وحول جلسات المؤتمر معنا من مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات موفد مركز الأخبار الزميل صالح يوسف. مساء الخير صالح، هل أطلعتنا على أهم ما ورد في جلسات المؤتمر حتى الآن؟ مساء النور. من مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في هذا المكان الذي يأتي بالتزامن المؤتمر الدولي للتحالفات العسكرية الذي يأتي بتزامن مع معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 في نسخته الأولى بمملكة البحرين. جلسات المؤتمر استؤنفت قبل قليل، انتهت جلستان ومتبقية جلستان اثنتان. هذه الجلسات جاءت لتضع النقاط على حروف هي بأمس الحاجة لهذا الإثراء المعرفي وهذا الإثراء الاستراتيجي. هذا المؤتمر مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط في إطاره العام جاء في شقين اثنين، الشق الأول المنظور الاستراتيجي والشق الآخر هو المنظور العسكري العملياتي. أما بالنسبة للمؤتمر هو يركز على الجانب التنظيري. هذا المؤتمر في مظهره يعتبر منصة لتبادل الآراء والأفكار ومناقشة القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي جوهره أيضا يعتبر دراسة جادة تشاورية في كيفية محاربة الإرهاب وصون الشعوب من أي تطرف ومن يدعم هذا التطرف أو يمول هذا التطرف. في هذا المؤتمر يتواجد أكثر من 20 متحدثا من مختلف الدول العربية والإسلامية من القادة والمسؤولين العسكريين. هذا المؤتمر في جلساته المتبقية يركز على جانبين اثنين، الجانب الأول دور التحالفات وأهميتها في دول المنطقة ودول الإقليم وكيفية صياغة رؤية استراتيجية واضحة ضمن خطة مدروسة وضمن خطة محكمة وضمن أساس قوي ومتين في محاربة كل التطرف ومحاربة الإرهاب. الجميل في هذا الموضوع أن المنامة هي شاهدة على هذا الحدث المميز والكبير. موفد مركز الأخبار الزميل صالح يوسف، شكرا جزيلا لك.